اهلا بيكم مره تانية. النهارده الحقيقه يمكن اخر مباراه للاهلي، كمان بتعتبر اخر مباراه في الدوري المصري. هنتكلم عن تفاصيل هذه المباراه، ازاي بيستعد الفريقين للمباراه، مين المرشح الاكبر للفوز فيها. كمان ايضا هنتكلم عن ابرز صفقات الدوري المصري الممتاز لكره القدم واللي حسمت للموسم الجديد. دايما قبل كل موسم بيبقى فيه كلام كتير جدا عن الصفقات، ايه اللي هيتحسم، ايه اللي لسه هيتحسم في ظل وجود منافسه كبيره جدا ما بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك من اجل استحواذ على اكبر عدد ممكن من اللاعبين. كمان ايضا في تجهيزات قويه من جانب بيراميدز وفيوتشر، وكمان الانديه الصاعده حديثا زي نادي زد وزي نادي الجونه وزي نادي بلديه المحله، اللي كلهم عايزين لعيبه جداد يدعموا بيها صفوفهم. هنتكلم عن كل التفاصيل دي. ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو الاستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب المصري والاهلي من برضو اهم الماتشات على فكره اللي بتبقى يعني اللي بيبقى ليها جمهور عريض. يمكن النادي المصري ليه جمهور عريض، قاعده جماهيريه كبيره طبعا بكل تاكيد النادي الاهلي طبعًا. كمان كلنا كده عن مباراه النهارده. هي مباراة تحصيل حاصل لكلا الفريقين، سواء النادي الأهلي أو النادي المصري. المباراة ونتيجتها لن تؤثر على موقف أي منهما في جدول الدوري أو جدول الترتيب. المباراة بالنسبة لهم فرصة لاستعادة التوازن أو لخزل الأحزان زي ما بنقول. للمصري لسه خسران كأس رابطة الأندية المحترفة أمام سيراميكا كليوباترا، جمهوره زعلان من المشهد اللي ظهر عليه، فاللعيبة محتاجة تدافع عن نفسها، تدافع عن فرصها في البقاء الموسم الجديد، لان دايما المشهد الختامي بيستمر طويلا. فاعتقد لو حد من لعيبه النادي المصري واصل نفس المستوى اللي كان موجود امام سيراميكا كليوباترا ممكن ما يبقاش موجود في الموسم الجديد. النادي الاهلي تعرض لاول هزيمه ليه في الدوري امام بيراميدز، كانت في الجوله الماضيه بسبب اجهاد اصاب بعض اللاعبين، عدم اهتمام او عدم جديه او تركيز في اللقاء على اعتبار ان الدوري كان تم حسمه في مباريات سابقه، وبالتالي الهزيمه زي ما بنقول فجرت براكين الغضب داخل النادي الاهلي، اشعرت البعض بالحزن خصوصا ان هي جايه من نادي بيراميدز. الاحداث اللي عقبت اللقاء اصابت برضو جمهور النادي الاهلي ببعض من القلق والتوتر في الفتره الاخيره، بالتالي المباراه فرصه ان لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده تقدر تحقق فوز، خصوصا ان القائمه النهارده هتشهد عدد كبير جدا جدا من اللاعبين الناشئين اللي محتاجين يثبتوا انفسهم للجمهور ويقاتلوا على الفرصه علشان يكونوا موجودين في الموسم الجديد. طب هتشوف يعني انت شايف ان كولر ممكن النهارده يريح عدد من اللاعبين الاساسيين في المباراه امام النادي المصري، باعتبار ان زي ما حضرتك قلت كده ان هذه المباراه يعني تحصيل حاصل؟ لعيبه كتير مش هتبقى موجوده، يعني ممكن اللي انا عارفه مش هتلاقي كهربا، مش هتلاقي ممكن ما تلاقيش محمد عبد المنعم موجود عشان مش موقوف هيلعب المباراه الجايه بتاع كاس مصر، ممكن ما تلاقيش اليو ديانج، ممكن ما تلاقيش محمد شريف، اكيد مش هتلاقي حسين الشحات طبعا بعد ما تعرض للايقاف مباراتين، ممكن ايضا ما تلاقيش طاهر محمد طاهر، لعيبه كبيره جدا واخده فتره راحه على اعتبار ان الاهلي كمان لسه الموسم ما انتهاش بالنسبه له، عنده مباراه يوم 30 امام الداخليه في دور ال 16 من كاس مصر، فكولر مدي مجموعه من الاساسيين اللي هيلعبوا في مباراه الكاس مديهم فتره راحه لحد بكره الخميس، وبعد كده يبداوا يرجعوا للتدريبات علشان يستعدوا للداخليه. طيب يمكن برضو في سياسه كده بيتبعها كولر مؤخرا، فكره سياسه التدوير، يعني تدوير اللعيبه واستخدام اللعيبه بحسب، يعني خلينا نقول ان هو بيعرف بيبدل في سياسه التبديل بالظبط، روتيشن بالظبط كده تمام. فهو كولر مميز في الحته دي. بالظبط مميز في الحته. فرقت ازاي بقى دي مع كولر؟ فرقت مع ان الاهلي كسب كل البطولات. الاهلي على مدار اخر عامين سواء مع موسيماني او مع سواريش والمرحله اللي بعد كده كان بيجي في المراحل النهائيه المراحل الحاسمه كان بيفقد عدد كبير جدا من لعيبته الاساسيين بسبب الاصابه، وبالتالي البديل ما كانش على نفس المستوى فعمل دروب في نتائج الفريق، وده ما تسبب في خساره اخر دوريين بالنسبه للنادي الاهلي. كولر لما جه عشان الراجل جاي بيمثل العلم الحديث او علم كره القدم، لكل حاجه ليها يعني كل طريقه وليها حاجه بنعملها، فبالتالي هو جه عرف ان النادي الاهلي بيخسر عدد كبير جدا من نجومه في نهايه كل موسم. طبعا ده في الدوري اللي فات شفناه. فعمل ده بقى في الدوري ده، ابتدى الدوري ده مبكر جدا بيعمل عمليه روتيشن، خلى اللعيبه كلها الاساسي زي البديل، ده بيشارك عدد معين من المباريات وده بيشارك عدد معين من المباريات. اللي بيحسم ده هو قدره الجهاز البدني او قدره اللعب البدنيه هتقدر تلعب قد ايه، هو كل ده تحليلات بيعملها مع جهاز معاون على اعلى مستوى بقى، خلاص الكلام كله زي ما بنقول بالكمبيوتر،
هو بيعرف اللاعب ده يعني قدامه قد ايه ويتصاب، فلازم يعمل له استشفاء او لازم ياخد فتره راحه، فبيعمل له راحه بعكس اجهزه ثانيه كنا بنتفرج عليها بيستنوا اللاعب يتصاب وبعد كده يبدا بقى برنامج تاهيل ويبدا راحه، فكنا بنفقد عدد كبير جدا من اللعيبه بالنسبه للنادي الاهلي وده اثر على الكره. لكن النتيجه اللي حققها كولر من ورا نجاحه في الروتيشن، كسب 5 بطولات، بيلعب بلعيبه، بيغيب محمد الشناوي في نهائي دوري ابطال افريقيا، بيلعب مصطفى شوبير بنفس المستوى، فده النجاح اللي عمله كولر، وكمان خلى عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي يرجعوا تاني للصوره، فبالتالي هيخلي النادي الاهلي لا رجعوا للصوره. كمان فكره ان هو عارف يحدد فعلا زي ما انت قلت مجهودهم، وعارف يحدد اللاعب ده قدامه قد ايه يقدر يدي لحد فين من غير ما اضغط عليه، هي دي الفكره زي ما كنا بنتكلم قبل كده، ما كانتش بتبقى بالشكل ده يعني. وده هيفيد النادي الاهلي في سوق الانتقالات، يعني سوق الانتقالات السنه دي في النادي الاهلي مش هيكون في عدد كبير جدا من الصفقات، على اعتبار ان كولر زي ما بنقول ازال الغبار عن عدد كبير جدا من الموهوبين داخل النادي الاهلي، فبالتالي الصفقات هتكون محدده في بعض المراكز اللي محتاجه دعم. وبعد صفقه امام عاشور طبعا في نص الملعب مكان حمدي فتحي، اعتقد الاهلي ربما يبرم صفقتين او ثلاثه على الاكثر في فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. طب خلينا بقى نتكلم عن ملف الانتقالات، واعتقد ان ده الملف الابرز اللي مهتم بملف الكره المصريه والدوري المصري الممتاز لكره القدم هيشوف ان هو ده ربما العنوان الابرز. محمد شكري المعار من الاهلي لسيراميكا، هل هيكون اضافه قويه للجبهه الشمال مكان معلول لو رجع النادي؟ هو لسه لم يحسم امره، يعني لم يحسم امر عودته من عدمها، ده في كلام لجنه التخطيط اوصت الجهاز الفني كولر ان هو يشوف محمد شكري، هو بيدور على طالب من تدعيماته انه يكون عنده باك شمال مكان علي معلول، على اعتبار ان علي معلول خلاص تقدم في السن مش هيقدر يلعب العدد الكبير جدا من المباريات. الاهلي السنه الجايه عنده معركه في عدد المباريات، هيلعب دوري السوبر ليج الافريقي، عنده سوبر افريقي، عنده دوري ابطال افريقيا، عنده كاس مصر قديم وجديد، عنده دوري، عندنا ارتباطات دوليه مع منتخبنا الوطني في الاجنده سواء تصفيات كاس العالم، عندنا امم افريقيا 20 اللي هي في الكوت ديفوار في يناير باذن الله، فكل دي اجهادات وتلاحم مباريات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، فكولر محتاج حد مكان علي معلول يلعب مكانه ويسانده، فشكري من ضمن الاسماء اللي تم ترشيحها. يعني هو علي معلول نقدر نقول مثلا انه هينتقل لاحد الدوريات العربيه؟ بس هو الكلام ده كان تردد على بعض المواقع التونسيه امبارح، وتواصلنا مع مسؤولين داخل النادي الاهلي والمصادر اكدوا ان ما فيش عرض رسمي طلب التعاقد مع علي معلول، وكمان علي معلول ما اتكلمش مع الاداره في فكره ان هو ربما يجي له عرض او يتكلم، قال لك لا ما فيش اي حاجه من دي حصلت، كل الكلام مثير عبر المواقع التونسيه. بس الوكيل يعني احنا مش المفروض ان الخبر ما طلعش من جهه غير معلومه. ما ممكن الوكيل فين العرض الرسمي؟ النادي الاهلي بيتعامل مع رسميات، يعني هو ملوش دعوه الوكيل يطلع يقول او معلول يطلع يقول، ممكن لسه يعني ممكن وارد لسه ما بلغش لسه يعني، بس ان خبر يخرج عن الوكيل اعتقد ده بس خلاص انا بقول لحضرتك ممكن يكون خبر مجرد فرقعه او مجرد شو اعلامي، لان خلاص كل الانديه الدوري بتاعنا هو اطول دوري في العالم، الناس خلاص هتبدا، الناس حوالينا كلها هتبدا دورياتها وكله بيفنش في صفقاته، فمحدش ما اعتقدش ان معلومه زي ان علي معلول حد هيتعاقد معاه من الدوري السعودي متاخره، الدوري السعودي اللعيبه دلوقتي بتعمل فترات اعداد كله جاهز، شفنا حمدي فتحي لما راح الدوري القطري الموضوع كان محسوم من بدري، فبالتالي معلومه علي معلول لما سالنا عليها في داخل النادي الاهلي كله نفى هذه المعلومه تماما، واكدوا ان علي مستمر فاضل له سنه في عقده مكملها باذن الله. القلعه الحمراء دايما بتسعى لتدعيم صفوفها بكل الالوان، من ضمن ده ملف اللاعبين المعارين الى الخارج، يعني عندنا في كلام عن رجوع صلاح محسن وكريم ميدفيد من الاعاره واصرار كولر على رجوعهم، هل تعتقد ان هم ممكن يقدموا نسخه مختلفه مع الاهلي في الموسم الجديد؟ طالما كولر اللي طلب رجوعهم ثق تماما ان هيكون في تطوير في مستواه، لما بنشوف حسين الشحات، بنتفرج على بيرسي تاو، بنتفرج على محمد هاني، بنشوف محمد عبد المنعم، كل هؤلاء لاعبون تألقوا واستعادوا جزء كبير من توازنهم ومستواهم الفني تحت قيادة كولر، فلما كولر يتفرج على كريم ندفيد ويشوف له عدد كبير جدا من المباريات، لما يقول ان صلاح محسن ربما يخدم خطته في الموسم الجديد يبقى هو اكيد شايف فيهم حاجه احنا مش شايفينها، ونجاحاته السابقه مع اللاعبين تثبت ان دايما وجهه نظره بتكون صحيحه. طيب كريم، كان في كلام عن جوستافو سوزا ان هو هيلعب في حساب النادي الاهلي،
في حاجه يعني في خبر مؤكد؟ كانت الصفقات كانت خلاص الصفقه قاب قوسين او ادنى زي ما بنقول ان هو هينتقل للنادي الاهلي، لكن الدوري الكوري القيد فيه قفل وهم كانوا محتاجين يدعموا بمهاجمين والجهاز الفني هناك رفض يسيب سوزا وده اللي جمد المفاوضات داخل النادي الاهلي. ملف المهاجم الاهلي معاه زي ما بنقول كده شورت ليست، كل شويه بيعمل فيها تبديل ما بين اللعيبه، بيفاوض لعيبه يعني هو بيعرض القايمه الاول على كولر، فكولر بيحط ترتيبات 1 2 3 فبيشوفوا رقم 1، فكان سوزا كان الاول السنه اللي فاتت كان موليكا رقم 1 وسوزا رقم 2، فالسنه دي مع موليكا وفشل التعاقد معاه بسبب المقابل المادي المرتفع فقال لك خلاص نشوف سوزا، فسوزا كده خلاص ما بقاش في سوزا، فيدوروا لسه على القايمه تاني يقعدوا مع كولر ويشوفوا مين الاسم المرشح. في صفقه تانية بتطبق على نار هاديه داخل النادي الاهلي زي ما بنقول وخلاص شبه منتهيه، هو لاعب رضا سليم اللاعب المغربي والجناح المغربي المعروف، لاعب الملك المغربي ده لاعب خلاص يعني الصفقه بتاعته نقدر نقول عليها بنسبه اكتر من 95% اصبح لاعبا داخل النادي الاهلي في الموسم الجديد. خلاص الخلاف دلوقتي على نسبه اعاده البيع وما اعتقدش ان ده هيكون فيها مشكله بالنسبه للنادي الاهلي، ان الكلام تقريبا 20 و25 و15 فالنسب متقاربه. ده لاعب سوبر بيقولوا ان هو بيلعب في اكتر من مركز والاهلي ممكن يستفيد منه في اكتر من مكان، بتشوف الكلام ده ازاي لو تمت الصفقه دي؟ بص الواحد من كتر ما بيشوف صفقات وبيشوف السي في بتاعهم ولاعيبه مميزه دايما يعني لازم تتالق وتنسجم مع المكان، يعني لعيبه كتير جدا كنا متوسمين فيها خير وهي جايه الدوري المصري سواء محترفين، يعني سافيو في بدايه فترته مع النادي الاهلي قدم مباريات ممتازه والبعض توقع انه هيكون نجم برازيلي جديد في الدوري المصري، مع الوقت بنشوفه بيبتعد رويدا رويدا. رضا سليم لاعب مميز جدا، هل هو هيقدر ينسجم على الاجواء في مصر؟ هيتعود على الكره المصريه سريعا؟ هيقدر ينسجم سريعا؟ ده اللي هيحدد نجاحه من عدمه مع النادي الاهلي. الزمالك بقى نتكلم على صفقات الزمالك. بص الزمالك اللي في اللحظه الحاليه هو اصلا القيد موقوف عنده، عنده ازمات مع الفيفا وعنده فلوس لصالح سبورتنج لشبونه وعنده مهاجم الغاني اتشيمبونج برضه حصل على حكم، فبالتالي الزمالك موقوف عنده القيد. فكل ما يشغل بال مسؤولي نادي الزمالك في الفتره الحاليه هو ازاي يدفع الفلوس اللي عليه علشان خاطر يرفع القيد ويبتدي يتعاقد مع صفقات جديده. اكيد هيلاقي طريقه انه يخرج من الازمه دي، مش معقول يعني يبتدي الدوري من غير الصفقات دي. ما لسه الدوري بدري، يعني الدوري عشان هيبقى في اخر اسبوع من سبتمبر فمحدش مستعجل. الزمالك كمان مستني تحديدا عنده مشاركه في البطوله العربيه تبدا يوم الجمعه باذن الله بنتمنى له التوفيق، فمستني يشوف نتيجه المشاركه في البطوله العربيه لان ربما المدير الفني يرحل لو حصل نتائج سلبيه بشكل كبير جدا، فبالتالي هيجي مدير فني جديد هيشوف احتياجاته، ربما اللعيبه دي تتالق في البطوله العربيه فاوزوريو يطلب عدد صفقات قليل لان هو مكمل الموسم، كل ده بالتزامن. طب لو ما طلبش يا لعيبه جداد عنده المعارين هيقدر يجيبهم من الخارج؟ المعارين رجعوا خلاص، يوسف اوباما وحمدي علاء ومحمود علاء وكان في لاعب اسمه احمد زكي. هيتسكنوا ازاي بقى في الملعب؟ هيتسكنوا في الملعب كل حسب مركزه، بس هو بعد البطوله العربيه برضه لان هو محمود علاء مصاب ما راحش البطوله العربيه فهيلعب، هيتواجد يوسف اوباما هيلعب في وسط الملعب كصانع العاب زي ما هو متعود يلعب او رقم 10 زي ما كنا بنشوفه فترات سابقه مع نادي الزمالك. في بعض التدعيمات اللي هو الشاب حمدي علاء في منطقه وسط الملعب اعتقد ان هو هيكون بديل سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه اللي بيلعب في الجناح، وحمدي علاء ايضا ممكن يلعب الدور ده. اعتقد في مجموعه من اللعيبه زي ما بقول لحضرتك النتيجه، لان انت لو حققت نتيجه ايجابيه في البطوله العربيه عدد كبير من اللعيبه مسؤولي نادي الزمالك والجمهور هيهدوا شويه على الفريق فمش هيكون في تدعيمات كبيره. دايما وانت كسبان التدعيمات بتبقى قليله، الادارات بتعمل تدعيمات بشكل كبير جدا جدا عقب الهزيمه عشان تطمن الجمهور وتوجه رسائل ليهم طمأنينه. سريعا جدا جدا اهم صفقات لبقيه الانديه المصريه. زد منافس قوي بدا شغله بدري بيتفق مع لعيبه اللي هيرحلوا من النادي الاهلي، مستني يشوف موقف اللعيبه داخل نادي الزمالك. زد قاعد متربص باللاعبين اللي هم يعتبروا فيرست كلاس في الدوري المصري عشان يقدروا معاه يحققوا نتيجه ايجابيه في الموسم الجديد، ان هو هدفه انه يكون في المربع الذهبي. اهم الانتقالات كمان للانديه المصريه بجانب الاهلي والزمالك، كلمت عن زد. زد ابتدى يعني هو زد لسه صاعد حديثا للدوري الممتاز، الاداره تسعى لان هو للبقاء والاستمرار في الدوري وان هو يكون احد فرق المربع الذهبي في الموسم الجديد. من بدري اشتغل ابتدى يعني خلاص اقترب من شادي حسين مهاجم النادي الاهلي، علي لطفي حارس النادي الاهلي، هناك ايضا مصطفى سعد ميسي لاعب النادي الاهلي المعار الى سموحه ربما يكون لاعبا في زد. باقي الانديه لسه مستنيه، في انديه كتير
ما عندهاش اجهزه فنيه، يتم التعاقد مع اجهزه فنيه جديده، في انديه مستنيه الدوري لسه خلصان فعايز يشوف اللعيبه اللي هتخرج بره الاهلي والزمالك. في كل الاحوال السوق او سوق الانتقالات السنه دي في مصر مش هيكون فيه العدد الكبير جدا من الصفقات او المفاجات، كمان مش هيكون فيه الاموال اللي بتدفع بطريقه كبيره جدا، خصوصا ان اغلب الانديه بيعاني من ازمه ماليه حاده، فالانتقالات هتكون بناء على الرؤى اللي هتحددها الاجهزه الفنيه لتلك الانديه، وكمان يشوفوا موقف اللعيبه للاهلي والزمالك دايما المعارين اللي بيسيبهم او بيطلعهم كاعاره على اعتبار ان هم بيكونوا افضل من اللاعبين اللي موجودين في انديه اخرى. ليه بتقول كده؟ يعني ليه بتقول ان السوق السنه دي ربما يختلف عن الاسواق ازمات ماليه؟ الانديه كلها عندها ازمات ماليه زي ما بقول لحضرتك، الاهلي والزمالك دايما هم اللي بيتسببوا في اشعال السوق، وكان معاهم بيراميدز في السنوات الاخيره. اي نادي بيتفرج على الاهلي والزمالك وبيراميدز وبيتصارع على صفقه من صفقاته بيكون عايز يعمل اكبر مكسب مالي. يعني شفنا كلنا صفقه مصطفى شلبي الاخيره من انبي النادي الزمالك والصراع اللي كان موجود مع النادي الاهلي، فالصفقه بلغت 20 مليون جنيه واكتر طبعا مع اعاره احمد عيد الظهير. يعني هو ده اللي بتسبب التغالي او المغالاه في اسعار اللاعبين من قبل الوكلاء، ولا ان مفيش فلوس؟ الصراع، لا الصراع السنه دي بقى مفيش صراع. السنه دي الاهلي زي ما بقول لحضرتك، الاهلي بيبص بره مصر مش هيبص، يعني مفيش لعيبه كتير في الدوري المصري لفتوا الانتباه السنه دي، فالاهلي هيبص بره مصر. بيراميدز عنده مجموعه كبيره جدا من لعيبه مش هيتعاقد مع تعاقدات كتيره ايضا في الدوري المصري. البعض ينتظر موقف نادي فيوتشر، هل فعلا هيبيع بعض من نجومه زي ما سمعنا في المفاوضات في الفتره الاخيره، ولا الجهاز الفني يتمسك باستمرارهم على اعتبار ان فيوتشر هيشارك الموسم الجديد في البطوله الكونفدراليه وعايز يحقق نتائج ايجابيه. لكن هناك مفاوضات بين بيراميدز ونادي فيوتشر، محمد رضا بوبو، كمان مهند لاشين، كان في محمود مرعي، النجوم المتالقين او نجوم المنتخبات دايما هتلاقيهم مطلوبين في فرق المقدمه، خصوصا اللي بيشاركوا في البطولات القاريه على اعتبار الخبرات هتساعدهم من تحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله. طبعا بشكرك جزيل الشكر ناقد الرياضي هاني عبد الصبور، نورتنا في صباح الخير يا مصر. نور بيكوا دايما. شكرا شكرا ليك يا استاذ.